الأب كان مصدر قوة حقنا جميعاً، لكن فقد الأب كان جداً صعب علينا. كان عندي حلم، أبوي طبعاً أعطاني باختصار: عزيزة تقدرين، راح تصيرين أكبر مهندسة في الإمارات. مع دعم الوالدة طبعاً وخواتي استمريت، وأخواني طبعاً. هلا الرسالة كان لها تأثير كبير علي، ظلت معايا لين ما وصلت يعني لمرحلة أن فجأة أشوف عمري أنا أول إماراتية في مجال مصادر غير تقليدية في العمل الميداني. طبعاً في دعم الأهل والعائلة يعني كان جداً حافز لي أن أستمر وأوصل لحلمي. أول إنجازاتي كانت في عالم الفني، حصلت على جائزة الشيخ لطيفة لإبداعات الطفولة. بعدين انتقلت للمرحلة الجامعية وين لقيت الدعم من الجامعة، وصرت من بين المرشحات لجائزة بلفونتانا مجال الفن الصوتي. صرت من بين أوائل الإماراتيين يعرضون في معرض اللوفر، لأن صراحة كان حلم لي ولما كنت صغيرة. من بين الإنجازات الرياضية اللي أنا أنجزتها كان في مجال التجديف الحديث، وحصلت على جائزة الذهبية والفضية والبرونزية. أعطيت تركيز كبير على الهندسة البترولية، لكن في المرحلة العملية كان في حلم أكبر، صرت فيه أول مهندسة تعمل في العمل الميداني في مجال المصادر الغير تقليدية، بدعم من العائلة والشركة طبعاً ما قصروا وعطوني دعم لأقف في هذه البيئة اللي كانت جداً صعبة حق بنت أن توقف فيها. في مجال الهندسة البترولية هو مجال فيه تحديات، مجال ما بقول سهل، وهو بنقول صعب للإنسان اللي مش مؤمن في قدراته، لكن سهل حق الإنسان اللي عنده حافز وعنده إيمان بقدراته. خطوتي القادمة راح تكون أكبر، وإنجازاتي راح تكون أكبر، وفي أشياء أنا صراحة حلمت فيها بديت في تحقيقها.